مبروك، ولو حقه طبعا ياخده، ولو الف مبروك للجمهور واللعيبه والاداره وكل حاجه. الله يحافظوا على مستواهم كده، والسنه والقرن الجاي يبقى ان شاء الله احنا كمان نادي القرن. بهني النادي الاهلي كل جميع اللعيبه وخاصه اعضاء مجلس الاداره، ويا ريت يستمروا في النجاح اللي هم فيه، ويعني نحاول ندعم اللعيبه والاهلي فوق الجميع. طبعا بقول له كل سنه وهو طيب، ودايما مفرحنا ودايما في تقدم ونجاح. مؤسسه كبيره جدا بنسعى اللي احنا بننتمي ليها كمشجعين، فربنا يوفقه وهو سواء طيب، وان شاء الله من نجاح لنجاح باذن الله ان شاء الله. بهني الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي وجمهور الاهلي العظيم بمرور 20 سنه على تتويجه بلقب نادي القرن. نادي الاهلي نادي كبير ونادي عظيم، وهو يستحق اللقب ده، وجمهور يستحق منه كده. بنتمنى من ربنا ان يعدي الازمه بتاعه كورونا، والملاعب ترجع تاني، والنادي الاهلي يرجع تاني، ونشوف البطولات من تاني. احب اوجه رساله للنادي الاهلي، بقول له ان انت اداره ناجحه، عشان كده انت ناجح على طول، وهو نادي القرن على طول تمام، ونجح اي حاجه الاداره. افضل نادي في القرن العشرين النادي الأهلي المصري في القارة الأفريقية.